يعني الحياة هذه فرق بين السماء للأرض بالنسبة للحياة تاعت قبل الحرب. والله احنا ساكنين على البحر، بس طبعا يعني خوف الواحد يطلع يخاطر بحاله ويجي. اما لما قالوا هدنة والبحر جنبنا، انا ما فيش بيني وبين البحر خطوطين، فكنا بنيجي بنسبح زي ما انت شايف، اولاد صغار بفرجوا عن حالهم شويه، بيضحكوا لهم شويه، بيلعبوا لهم شويه. يعني في خلال الخمسين يوم ولا الستين يوم هذه الضحكه ما بينتش على وجه الاطفال. يعني ما صدقوا تصير هالهدنه لكم يوم، هذه تنفسوا لهم شويه. يعني شعور لا يوصف، يعني ما يعني كل الكلمات ما بنقدر يعني نعبر عن المشاعر. مشاعر مختلطة، حزن، ألم، قهر، غضب، انفعال، خوف على أولادنا، خوف على أطفالنا. نحسسهم، نخرجهم من دائرة الخوف، دائرة الاضطراب النفسي، دائرة الحزن، دائرة التفكير في الحرب. نخرجهم من دائرة إنه هذا قصف وقصفوا هان وقصفوا هان.